تحية دعاء حمص فرح والمخرج رودريك نمنوم. العناوين: لا جواز مرور للكهرباء بعد والنفايات للبحث. عون أقفل على الخط 23 ومصمم على ملاحقة السلامة. سامي الجميل يرد على حزب الله: ثقافة الديمقراطية ودولة القانون لا تتعايش مع ثقافة التخوين والميليشيات. روسيا تواجه العقوبات الغربية. قرب فصل الشتي والبرد، ما إلكن إلا شركة عادل بو حبيب وشركاه الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشفاج من أكثر من 50 سنة، وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد، وأهم ماركة دو ديتريش الفرنسية مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمزود والغاز والكهرباء. شركة عادل بو حبيب وشركاه رائدي بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينج، وهي وكيلة ماركة هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا. الأسعار مدروسة والصيانة بعد البيع متوفرة. شركة عادل بو حبيب وشركاه، جديدة المتن، نهر الموت، مقابل جسر السيتي مول. تليفون 01-87-00-87-01-87-00-82 أو 94. تتصاعد رائحة البارود في أوكرانيا، فيقابلها الغرب بموجة عقوبات باشر فرضها على روسيا، لتبقى فصول التدخل العسكري الروسي في انتظار إشارة الانطلاق الرسمية. في الداخل يطغى هم الانتخابات، ويتدافع أفرقاء السلطة بخشونة في ملفات الكهرباء والملاحقات القضائية لسلامي واللواء عثمان، مع تمرير العهد ملف إسناد لباسيل بإلغاء استملاكات للدولة في البترون. ورفع حزب الله من حدة المعركة التي أدرجها تحت شعار السلاح والتحرير ما استدعى ردود فعل أبرزها من رئيس الكتائب سامي الجميل. المحطة البارزة انتخابيا ستحددها جملة تطورات مرتقبة على الساحة السنية، وتأتي بعد تأكيد دار الفتوى أن لا تدخل في العملية الانتخابية، ولا دعم لمرشح على آخر، ولا دعم للائحة على أخرى. جدول أعمال الحكومة التي تجتمع بعد ظهر اليوم في السراي يضم 17 بندا يحتل فيه ملف النفايات موقعا متقدما. أما خطة الكهرباء فلا تزال تخضع للنقاش في اللجنة الوزارية التي اجتمعت أمس برئاسة ميقاتي، ولو تم تفكيك أحرفها باللغة العربية منعا لالتباس المعنى في اللغة الإنجليزية، فتم تعديل في عدد من بنودها على أن تعاود اللجنة الاجتماع غدا قبل تخصيص جلسة للحكومة لدراستها. أقصى طموح الخطة تأمين 10 ساعات يوميا ورفع التعرفة والتعويل على استجرار الطاقة من الأردن عبر سوريا، وهي وعود ليس معلوما ما إذا سيكتب لها النجاح أو تكون وهما آخر تبيعه السلطة للناس، لكنها تبقى بين خيارين: إما تكون عنوانا لتحقيق الإصلاح أو لتفويت فرصة الإصلاح. فتلقى هنا مصير مشروع استقلالية القضاء في أحد الجوارير في المجلس النيابي، بما يترك حكم السياسة على القضاء ويبقى الحصول على الكهرباء من أحلام اللبنانيين. وفي ملف النفايات، سيبحث المجلس في مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة، كما يقترح وزير البيئة ناصر ياسين، إلى بند التمديد لشركة لافاجات 6 أشهر للعمل على كنس النفايات في طرابلس ومحيطها، قابلة للتجديد مرة إضافية إلى بنود مختلفة تتصل بالنفايات في جبيل ومناطق مختلفة من لبنان ومطمر النعمة. في هذا الوقت اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل عون أن ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أولوية لديه، وقال في حديث للأو تي في إنه ماض بملاحقة سلامي حتى لو بقي وحيدا حتى تظهر الحقيقة،
مشيرا إلى أن لا خلاف شخصيا معه، وتساءل لماذا رفض الحضور إلى جلسة الاستماع كشاهد لدى القاضية الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون. وبرر عون تراجعه إلى الخط 23 في مفاوضات الترسيم، مشيرا إلى أن مسألة الترسيم شأن سيادي والتفريط به مستحيل، مع العلم أن الخط 29 كان منذ البداية تفاوضيا، وفي حال وصل هذا الملف إلى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان. وأكد عون أن الانتخابات ستحصل في موعدها ونتائجها ستكون مصيرية بالنسبة لمستقبل لبنان. وفي سياق مشكلة الطاقة، أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات الطاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال. وأشار الكعبي على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة إلى أن بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسوريا المجاورتين. المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر رأى في حديث لموقع أساس أن امتلاك حزب الله صواريخ دقيقة سيفجر حربا بين لبنان وإسرائيل عاجلا أم آجلا، وإذا استبعد أن يكون توقيع الاتفاق النووي مانعا للحرب، قال إن العودة إلى الاتفاق النووي ستعيد إيران للعمل بزخم في الشرق الأوسط. بالتوازي انتخابيا، واصل حزب الله تصعيده، وذهب رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد إلى اعتبار الانتخابات النيابية المقبلة بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأمريكا على حد قوله. وتعليقا على كلام السيد، قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في تغريدة عبر تويتر إن ثقافة الديمقراطية ودولة القانون لا تتعايش مع ثقافة التخوين والميليشيات. ويعقد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل مؤتمرا صحفيا عند 12 من ظهر اليوم في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، يتناول فيه الترشيحات للانتخابات. سنيا، يعقد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة مؤتمرا صحفيا استبقه بلقاء مع عدد من الشخصيات النيابية والوزارية السابقة ومع دار الفتوى لوضع الخطوط العريضة لخوض المعركة الانتخابية، فيما أعلن النائب نهاد المشنوق عزوفه عن الترشح للانتخابات. وأعلنت دار الإفتاء أنها لن تتدخل في العملية الانتخابية ولا تدعم مرشحا على آخر ولا للائحة على أخرى، بل سيكون التعاطي بمسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية. تكتل لبنان القوي جدد بعد اجتماعه الأسبوعي تأكيده على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى اعتماد الميجا سنتر في الانتخابات النيابية كواحد من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، واعتبر أن الاختباء وراء القانون أو أي حجة تقنية أو إدارية هو تذرع فاضح للاستمرار في إجهاض الميجا سنتر. صوت صح. وفي حلقة اليوم انتخابات المغتربين ورفض الستة نواب، التفاصيل مع جوزفين أبي غصن. صوت صح. في أيار 2018 بلغ عدد الناخبين المسجلين للاقتراع في الخارج للانتخابات النيابية 82,965، اقترع منهم في 40 دولة 46,799، أي بنسبة 56.4%، وشكلوا نسبة 2.5% فقط من إجمالي المقترعين. أما الانتخابات أيار 2022، عدد الذين تسجلوا في الاقتراب بلغ 244,442 ناخبا، إلا أن العدد انخفض إلى 225,144
17 ناخبا بعد استبعاد من لا تتوافر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات النيابية، ويشكل هؤلاء 5.67% من إجمالي عدد الناخبين، إذ بلغ عددهم من المقيمين 3,744,959 ناخبا. هذا الفرق بين من تسجلوا قبل 4 أعوام واليوم يعكس حماسة من جانب المغتربين اللبنانيين للمشاركة في اللعبة السياسية الداخلية، فيما يعاني الوطن الأم من سلسلة من التحديات الاستثنائية ماليا سياسيا واجتماعيا، وخصوصا بعد تكريس حق المغتربين بالاقتراع ل 128 نائبا في دوائرهم في 6 و8 من أيار حسب البلد الذي يقيمون فيه، وليس لستة نواب في الاغتراب، الأمر الذي عبروا عن رفضهم له مرارا، كما أكد لصوت لبنان راعي أبرشية مرمرون في كندا المطران بول مروان ثابت. يجب أن يعطى كل لبناني عنده إمكانية انتخاب خارج لبنان أن ينتخب النائب بمنطقته. هذه بدعة الست نواب، أنا عم بحكي كمواطن لبناني لا كمطران ولا كمسؤول، بريد أنه انتخب نائب بمنطقتي. ما بحق لحدا يحصل الانتخابات بست نواب بنظام قائم على الطائفية، بدنا نحط بمكان شخص من طائفة معينة ونلزم الكل أنه ينتخبوه. وين الحرية؟ وين الديمقراطية؟ الانتخاب يجب أن يكون عندنا 128 نائب، كل لبناني في انتخاب نائب بده، وإن شاء الله ما يكون في غرف سوداء ببعض الأماكن عم بتشوف كيف ما تخلي هالانتخابات تصير. الانتخابات ضروري أنه تصير. وعزى ثابت سبب ارتفاع عدد المسجلين اللبنانيين للاقتراع في كندا إلى التعاون اللي صار بين مكونات اللي موجودة بكندا، يعني بقدر أقول الأحزاب اشتغلت وكان في احترام كتير كبير بين المسؤولين الحزبيين. لجنة مشتركة بين الخارجية والأمن العام تتابع دراسة سبل تسهيل عملية تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية أو استصدار جوازات جديدة برسم رمزي على غرار ما اعتمد في انتخابات عام 2018 على أن تكون صالحة فقط للتصويت في الانتخابات. هيدي بلدكن وهك بدو يصير. صوت صح من صوت لبنان. نتابع النشرة بعد قليل، وفيها المولوي يرد على تحذير اليمن. مؤسسات المياه ترفع الاشتراك لمواجهة واقعها المأزوم، فأين تقديم الخدمات والصيانة للشبكات؟ وهل حلت أزمة تكدس المعاملات؟ نقطع السطر يفتح الملف مع المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، الأربعاء 9:45 مع نواليشا عبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. يعقد وزير الداخلية بسام المولوي مؤتمرا صحفيا قبل ظهر اليوم قد يتصل بالكشف عن عملية أمنية، فيما تحوم أسئلة بشأن موقف الداخلية من الملاحقات القضائية للواء عثمان. وكان مولوي تلقى رسالة من وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي المسيرة والساحات من دون تراخيص قانونية. وعلى الأثر أرسل مولوي كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الاستقصاءات اللازمة، ووجه كتابين إلى كل من وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء المقتضى، ولا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية. وكان وفد ضم الوزير السابق جمال الجراح والنائب محمد قرعاوي ومستشار الرئيس سعد الحريري علي الحاج زار أمس مفتي الجمهورية شيخ عبد اللطيف دريان للبحث فيما وصفه الجراح بالهجمة الخبيثة على قوى الأمن الداخلي، مؤكدا أن نهج تدمير المؤسسات وعلى رأسها قوى الأمن لن يمر ولن نسكت. بعد إعادة قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل، جدد نادي قضاة لبنان
مطالبته بدعوة عاجلة إلى جمعية عمومية يبادر في خلالها مجلس القضاء الأعلى إلى إحاطة القضاة بمساعيه وأفكاره، ولا سيما بشأن قانون الاستقلالية إن لناحية مضمونه أو المهلة الزمنية، والوقوف على هواجس القضاة وأرائهم ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها. في ضوء الأزمة القائمة بشأن قطاع المحروقات وقطاع الغاز تحديدا، ينضم إلينا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون. صباح الخير. صباح النور. السؤال الطبيعي، الفوضى في سوق الغاز، من المسؤول عنها اليوم؟ ما هي الحلول؟ الفوضى اللي نحكي عنها هي أول شيء وزارة الاقتصاد هي اللي بدها تقوم بدورة لحتى الجهاز اللي عندها يبرو مع كل شركات الغاز بكل لبنان. الفوضى وين عم بتصير؟ هي الفوضى عم بتصير انه اليوم في بعض الشركات عم بتعبي الكواريل الغاز من دون عم تحط ختم النايلون، وهذا ختم النايلون عملناه مع وزارة الطاقة مشان ما يعود في غش وما يعود ينسرق المواطن بالنسبة لنقص الأمينة على 10 كيلو. وفي بعض الشركات عم بتعبي 12 كيلو ونص اللي هي ممنوعة. وفي ناس عم تستغل المواطن بتقول له انه هي 12 ونص بتكون 10 بيدفع حقها بيجوا بيركبوا له اياها بالبيت انه هي 12 ونص وما راح يزينها ويشوفها. فهيدي الفوضى كلها اللي موجودة. وكان في قرار ممنوع تعبئة كواريل الغاز على محطات البنزين، هلا رجعنا نشوف محطات البنزين عم ترجع تعبي كواريل الغاز على محطات البنزين، وهذا أكبر خطر على السلامة العامة. فعم نطلب من وزارة الاقتصاد تتحرك بهذا الموضوع وتبرم مع كل شركات لبنان وتعطيهم انذارات انه ممنوع اي أنيمة غاز تطلع من اي شركة مش مختومة واسم الشركة على الختم ورقم حماية المستهلك. طيب سؤال، سوق الغاز اليوم هل سيتأثر برأيك من احداث اوكرانيا؟ هلا مين بيتأثر؟ بالنسبة للسعر بس غير شيء لا، انه تقدر تجيب من حيالله بلد بالنسبه للمشتقات النفطيه يعني عمليا ما عندنا مشكله. عمليا اليوم امبارح كان سعر قاروره الغاز ب 276 الف وشوي، برايك 276 الف كان. طيب عمليا قديش توقعات بزياده سعر قاروره الغاز في حال صار في ازمه؟ ازمه ما راح يكون في ازمه، بس اليوم انه البرميل 100 دولار يعني إذا ضلت واقف البرميل على 100 دولار يعني بتغلى نتفة صغيرة مش أكتر حسب قد ايه يطلع البرميل. يعني بالنسبة للمشكلة اللي صايرة إنه إذا قفز فوق 100 110 120 يعني ما حدا بيعرف، ما في هذه كلها توقعات قد ايه بده يصير البرميل حسب الاتفاق اللي بده يصير حسب الحرب إذا صارت إذا اتفقوا مع بعض وما اتفقوا مع بعض، بس ما راح تنعكس كتير على الأسعار كتير يعني أكثر من 100 دولار يعني شو بعد بده يوصل البرميل يعني. مش بس لبنان بيتأثر، العالم كله حيتأثر بهذا الموضوع. شكرا. فبنا ننطر لنشوف شو بده يصير وعلى ضوءه ببين كل شيء. شكرا لرئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزمات فريد زينون. صحيا، لفت وزير الصحة في رأس أبيض بعد اجتماع في السراي الحكومي لمتابعة التدابير الوقائية للكورونا إلى أن عدد المصابين يتراجع ما يسمح بتخفيف الإجراءات، وأعلن أن اللجنة قررت إعفاء الوافدين إلى لبنان الملقحين من إجراء اختبار البي سي آر أو الأنتيجين على الحدود عند الوصول بشرط ألا تتعدى الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر. النظام الصحي أو الاستشفائي في لبنان ما بقى على نفس الخطر اللي كان عليه قبل. نحن نسبة اللقاح بالمجتمع لا زال تقريبا حوالي 40%، وهيدا أدنى بكثير من الرقم المطلوب. هلأ اللقاحات متوفرة عندنا كمية كبيرة من اللقاحات وبطل عدد اللقاح هو المشكل، ولكن وبسبب نسبة اللقاح المتدنية نحن لازلنا باللجنة عم نشدد على اتخاذ يعني إجراءات للحماية الفردية والمجتمعية، ونحن الهدف أنه نحن نوصل إلى نسبة لقاح مجتمعية حوالي 60% بأول الصيف.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3978 إصابة جديدة بالكورونا و18 حالة وفاة. شريط من الأخبار المحلية في هذا التقرير مع كريستال محفوظ. وقع رئيس الجمهورية مرسوم أعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام. أعلن المساعدون القضائيون تعليق اعتكافهم والعودة إلى العمل بصورة طبيعية ابتداء من صباح اليوم ولغاية الثاني من آذار، وأعطى مهلة 3 أسابيع من تاريخه لتحقيق المطالب وإبقاء الاجتماعات مفتوحة. أكدت وزارة الاقتصاد أنها بالرغم من كل الصعوبات التي تعترض عمل مراقبيها مستمرة بالتشدد في ضبط المخالفات في الأسواق، وأعلنت أن مديرية حماية المستهلك نظمت عددا من المحاضر. تمكنت دورية من مخابرات الجيش من ضبط كمية من حشيشة الكيف مخبأة داخل جرافة، وذلك خلال عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك، ويجري البحث عن المتورطين لتوقيفهم. إلى ذلك يسمع دوي انفجارات يتردد صداها في قرى مرجعيون وحصبية المحاذية للحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتبين أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي في الداخل. أفادت وكالة سانا السورية عن هجوم إسرائيلي بصواريخ أرض أرض من الجولان استهدف فج اليوم بعض النقاط في محيط القنيطرة، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات. الوضع في أوكرانيا يتقلب على نار التصعيد الميداني والعقوبات الغربية. كريستال محفوظ. في جديد التطورات على المشهد في شرق أوكرانيا، تفجيران أحدهما في دونتسك بالقرب من مركز التلفزيون والإذاعة، وآخر استهدف مستودعا للحافلات في لوهانسك. ووصفت سلطات الجمهورية الشعبية التفجيران بأنهما عمل إرهابي. في السياق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات أمريكية على روسيا قائلا ستدفع ثمنا باهظا، لافتا إلى أن العقوبات قد تشمل بوتين. كما أعلن رئيس وزراء كندا عن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وقد استدعت نيوزيلندا سفير روسيا لديها على خلفية الأزمة الأوكرانية. أستراليا بدورها شددت على أن العقوبات التي ستفرضها على روسيا ستليها عقوبات أخرى. إلى ذلك وقع الرئيس الأوكراني مرسوما بشأن تجنيد من هم على قوائم الاحتياط العسكري. وفي أول رد له قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أن العقوبات ستفرض علينا بسبب أو بدونه. هذا وقد أظهرت صور للأقمار الاصطناعية وجود ناقلات للمعدات الثقيلة ومستشفى ميداني في غرب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا حسب رويترز. الصفحة الرياضية مع رومان طنوس. بجديد أخبارنا الرياضية وعربيا، تأهل الوحدة إلى نهائي كأس رئيس الإمارات بعد التعادل مع بنياس 2-2 على استاد الشامخة بإياب الدور قبل النهائي. إلى ذلك أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه القاضي الرياضي قرر إيقاف مدرب نادي روما جوزيف مورينيو جولتين بعد اللي عمله بلقاء هيلاس فيرونا السبت الماضي. كما كشفت صحف إيطالية أن أسطورة نادي روما النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي اعترب من الانفصال عن زوجته إلى ريبليسي بعد علاقة دامت 17 سنة. محليا أفاد بعض الأوساط أنه رح بيتم السماح للأجانب بالمشاركة بنصف نهائي كأس لبنان لكرة القدم، وبيلعب النجم أمام الحكمة والأنصار أمام البرج. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية وتعود لتنخفض بشكل سريع اعتبارا من المساء مع اقتراب المنخفض الجوي.
كان في هذه النشرة: لا جواز مرور للكهرباء بعد والنفايات للبحث، عون أقفل على الخط 23 ومصمم على ملاحقة سلامي، سامي الجميل يرد على حزب الله: ثقافة الديمقراطية ودولة القانون لا تتعايش مع ثقافة التخوين والميليشيات، روسيا تواجه العقوبات الغربية. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت لبنان.